والله صار لي 37 دقيقة. زين، شنو سبب الازدحام رأيك؟ أرقام الشمال جاي تفول من هنا بنزين، لأن هناك أسعار البنزين غالية. ليش هناك؟ هناك 700 و800، هنا 450 السعر. ولهذا السبب صار؟ لهذا السبب صار الازدحام عندنا. المحطات الأهلية مفتحة؟ المحطات الأهلية قسم فتحة قسم معزلة. قد صار لك وقف بالسرعة؟ نص ساعة. نص ساعة؟ نعم. ايه. وصلت هسه البوزر هسه؟ نعم. زين، باعتقادك ليش الازدحام هذا السير؟ أول شيء أعتقد على ما أظن أنه الشركات الأهلية جاء العقد مالتهم، هاي واحدة. اثنين يعني كثر السيارات الضخم يعني كثير على المدينة من جميع المحافظات، أكثر من المحافظة الشمالية، يعني عندما يجون إلى الموصل غالي طاقين عندهم يعني احتياجي شوية مبلغه أغلى من هنا، فيجي يفول من هنا ويرجع يروح على الأقليم. إيش قصة لك وقت الساعة؟ والله صاير نص ساعة. نص ساعة؟ إي. زين. والسيارة جلد احترقت حرق بالشمس. نص ساعة وقفت بالسرعة؟ اي خط عسكري يعني. اي زين، بحشيقة ماكو بنزيخان؟ ماكو، كلها معزلة، البرطلة بحشيقة كلها معزلة. البنزيخانات هي مفتحة ولا معزلة؟ معزلة. البارحة كانت مفتحة، رحت قالوا معزلين بعد اسبوع ما مفتح. قصة لك ابو الزحام؟ والله تقريبا ساعة هيجي، اقل من ساعة. اي مشي خان جاي افول البنزين، ماكو بنزين لان يمنا غالي. ورحت على محطات معزلة. يمكن بس سعر البنزين يمكن؟ 650 يمكن. اي 650 لو 640 شيء. هنا بالموصل ايش؟ هنا 450. يعني كلكم اتجهتوا للموصل؟ اي والله. كثير كثير يجون على الموصل. ايش قصر لك وقت السفر؟ تقريبا حدود 40 50 دقيقة. زين، شنو سبب الازدحام توقع؟ المحطات الأهلية كلها معزلة تقريبا. يعني أنت رحت على محطة أهلية؟ نعم نعم. لقيت معزلة؟ نعم. اي نعم. كم محطة أهلية؟ اثنين معزلين؟ نعم. واتجهت؟ واتجهت على القاهرة.